فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: قال أحد غلاة الصوفية: أنتم كفرتمونا ونحن نصلي كما تصلون ونصوم كما تصومون، يقول: كيف نرد على هذه الشبهة؟ إذا كان ما عندهم شرك صلاتهم مقبولة إن شاء الله، ما إذا كان عندهم شرك وعبادة للأولياء والصالحين وذبح للأموات استغاثة بالأموات فهم وإن صلوا صلاتهم غير صحيحة، قولوا لهم كذا. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.